وين موجودة فرح؟ لا دكتور موجودة. زين. فاطمة تحسين؟ نعم دكتور. السيارة اللي جيت ليش اشتغلت؟ كرار محمد؟ كرار محمد؟ علي عادة؟ حميد الدين؟ دكتور السلام عليكم. محمد أيمن؟ دكتور السلام عليكم. سلام. خبرت الآن حميد الدين ومحمد أيمن عندهم خطأ فني دقائق ويجون. وين؟ هسه خبرتهم دقائق. يعني شنو الخطأ الفني هذا؟ انترنت قطع ما أدري شلون ما دافته راوتر ما أعرف ما أدري شيء. يعني حميد الدين ومحمد أيمن زين. وعلي عادة وكرار محمد ماكو مو؟ العفو دكتور جيت. وين كنت؟ هذا عميد قضيتكم. محمد أيمن موجود. عميد وين عميد؟ عميد الدين موجود. زين كرار محمد ماكو كرار؟ إذا علي عادة وكرار محمد غياب. اذا هسه راح نبدا بالكيس مالتنا. كيس طبعا كلكم قراتوها وشفتوها، هي كيس سهله ما بيها فد شيء، ما بيها مشاكل قويه. زين الكيس Forty-seven-year-old lady referred by her GP with a two-day history of fever and headache. She's normally fit and well and has no past medical history of note. On physical examination, there is nothing significant except for a temperature of 38.4 and decreased performance on her mental status examination. يعني كأصدر consciousness level مالته. Consciousness level مالته are depressed. On examination, you note nuchal rigidity, يعني like stiffness, nuchal rigidity. Kernig sign is positive. Okay, yeah, case. Okay, investigations, طالع ان السيرم glucose 4.9 millimol per liter. مناسبة. شلون نحول الملليمول إلى مليغرام؟ يعني خليني أبدي بالأسماء أول. أول شيء كانت عندنا ضحى، وين ضحى؟ نعم دكتور. ضحى شلون تحولين الجلوكوز من المليمول للمليغرام؟ تعرفين؟ مش فكرة؟ أي واحد ما عنده فكرة شلون نحول؟ يعني مرات هاي مختبرات تعطيكم اياها بالمليغرام، هاي مختبرات تعطيكم اياها بالمليمول. يعني صار 4.9 شنو؟ نورمال اب نورمال شو تعرفون؟ شو تتوقعون؟ معقولة ما حد عنده فكرة؟ دكتور المضربة في 18؟ اي المضربة في 18 اعتقد صحيح المضربة في 18 اي ف يعني اذا هو 4.9 فتقريبا 5 في 18 90 يعني راح يطلع اقل من 90 لان 0.1 تطلع تقريبا 88 يعني هو النورمال ترى لازم تعرفوها يعني هاي ترى اساسيات كلش اساسيات المفروض ماخذيها يمكن بالبايو كيمستري مو العام اخذتوها مفروض يعني ما اعرف بعد نكمل الكيس مالتنا راح نقول بيها انه الجلوكوز يجي كان لمبر بانكشر ريفيلز اوبننج بريشر 14 سنتيمتر سي اس اف ابييرنس كلاودي جلوكوز 1.7 مليمول بير لتر بروتين 1.9 جرام بير لتر اند وايت سيلز 900 per cubic millimeters اللي هو 90% polymorphs. اوكي زين هسه راح نرجع الضحى. بس احنا تقريبا احنا الكيس وكنا عرفناها هي العلاج لها هي مننجايتس، بس راح نجي نفصلها نشوف شنو قصتها هاي الكيس. هو البيشنت هذا اجاز عنده شنو 2 day history fever and headache. She's normally fit and well and has no past medical history of note. يا ضحى
بس انت حطيتي بالك راسا هو من الكيس ولا قلناها مننجايتس بس اذر ديفرنشال دايجنوستس اكو بالك غير شيء غير المننجايتس باعتبارها هي برضه هديكو ممكن يكون سيستميك انفكشن بكتيريال فايرال انفكشن اور هيومن اميون ديفيشنسي فيروس ممكن يكون يعني انفكشن اي انفكشن ترى ما فيش ممكن يسوي فيه فيروس هذيك مو فد شيء هذا زين اوكي ماكو اشكال ساعدنا فيفر اذا كنا فيفر وهذيك او في هذيك فيفر وكونفيوجن راح نحط ببالنا يا وين وصلنا هسه نرجع عندنا فيفر وكونفيوجن عبد الله شو تقول واحد فيفر انت جايك فيفر وديكريزد ليفل اوف كونشسنس ديبرس ليفل اوف كونشسنس شو تحط ببالك يعني انفكشن بالنيرف Infection when? بالنرف؟ Infection بالنرف يعني زين علي محمود شو تقول؟ واحد في برو confusion شو تحط ببالك؟ علي محمود دكتور هو يعني meningitis هذا المننجايتس غسق فاطمة غسق شو تقولين؟ دكتور ممكن يكون dysfunction بالبراين يعني ليش صار dysfunction بالبراين نتيجة شنو مثلا abscess abscess وين بالبراين يعني ممكن يعني اوكي لا بس غيرها او مثلا subarachnoid hemorrhage يعني ما راح يسوي فيه فر عادة ممكن يسوي بس فشي قليل فاطمة علي فاطمة الزهراء شنو رأيكم دكتور ممكن برين تيومر او اي انفكشن بالسنترال نيرفس سيستم زين بعد فاطمه الزهراء شنو رايك انسيفلايتس انسيفلايتس ممكن فاش حاجه زين بعد فرح هادي شو تقولين فايرال انفكشن او مثلا تي في مراتيس وين هذا الفايرال انفكشن يعني يا فايرال انفكشن يعني لا لا بالمننجايتس هي يعني المنينجايتس نفس الشيء يعني هو او مثلا كيمتا اني فرح دكتور انتي فرح الاخو فاطمه تحسين فاكسين مثلا فاكسين يسوي في برضه كونفيوجن يسوي فاكسين قاسم عباس تقول دكتور يعني سنترال نيرفس سيستم انفكشن شوفوا يعني انتم شغله يكون ما تدركوها لحد الان وكل الاشياء اللي تحكوها هي ضمن السي ان اس انفكشن يعني سواء كانت مننجايتس ولا انسفلايتس ولا واتيفر هو فد شيء هو هذا سنترال نيرفس سيستم ضمن السي ان اس اكو شغله كلش مهمه اغلب اللي يجون للطوارئ بس يعني للامانه احكي لكم اياها مو هيك ايج مو ايج 47 دكتور تراكت انفكشن يعني سيستميك انفكشن اني سيفير سيستميك انفكشن يوصل الى مرحله السبسيس لهالمره المفروض محاضره ماخذيها انتم الاس اي ار اس والسبسيز والسبتيسيميا والسبتيك شوك بس اي شيء ممكن يسوي سبسيز ممكن يسوي كونفيوجن ترى سواء كان يو تي اي سواء كان نيمونيا سواء كان بكتيريميا اي سبسيز ممكن يسوي لكم كونفيوجن يعني فيفر زائد كونفيوجن ليس معناه سي ان اس انفكشن قد يكون واحد من الديفرنشال دايجنوستس سي ان اس انفكشن بس على الاغلب على الاغلب هو سيستميك انفكشن نوت سي ان اس انفكشن هاي الفكره اللي اريد اوصل لكم اياها زين خلصنا من هاي النقطة نرجع للنقطة القديمة معنا بس خلينا هاي شوي نتأخرنا هاي منا بس سوينا مشكلة كل شوية
إذا هسه راح نجي على فقرة النيو كارديجيتي عن كيرنينج ساين إز بوزيتيف، وراح نسأل علي حسين. كرار أحمد ماكو، مو كرار، كرار ما أجل. أوكي ما كرار، فراح نسأل علي حسين. علي حسين، علي شنو هي المنينجيال ساينز أو منينجيال إريتيشن ساينز؟ دكتور منينجيال ساين عندي نيك ستيفنس اي، وعندي تو ساين اللي هي تن سايز وبروندنسكي ساين. بروندنسكي ساين، اوكي زين. راح نسال علي عبد الكريم. وين علي عبد الكريم؟ نعم دكتور. يلا علي، what is the mechanism of these signs? Why are these signs produced by meningitis? ليش يصير عندنا these signs؟ شنو علاقة meningitis بالneck stiffness أو الكيرنينج؟ شنو العلاقة؟ ليش؟ دكتور ممكن نحس وانا rotation بالنرف الموجودة بال. صير rotation بالmeninges، والmeninges راح شو راح يسوي؟ راح يسوي يعني تتأثرنا على النرف الموجود هناك. بس يعني النرف شنو علاقتها؟ علاقة النرف يعني، وإذا صارت rotation بالنرف شو راح يصير؟ دكتور راح يقل innervation للمصل، وبالتالي راح يصير عندنا يعني يا مصل، يا زين يا نيرفز ويا مصل، قول لي اياها. ما اتذكر صراحه. زين علي عوده ما موجود. علي محمد رشيد. علي محمد رشيد وينه؟ نعم دكتور. يلا قول لي يا نيرف ويا مصل. النيرفز مال السباينال كورد بالسيرفايكال. شو راح يسوون دني؟ شو راح يسوون؟ راح تاثر على النك مصلز. زين الادول كيرنينج ساين ليش شنو علاقته؟ الكارينج ساين لان هي راح الانفولفمنت مال ال يا نيرف يشمل السبينال كورد كله. يا نيرف راح يتاثر ويا مصل راح تتاثر. اللومبر نيرف راح تتاثر والمصلز مال الليك. اوكي زين على كل على كل. دكتور جاي محمد هادي. وين علي محمد هادي؟ نعم دكتور علي محمد. علي محمد قول لي هاو تو بيرفورم كيرنينج ساين، شلون اسويها؟ شلون تفحص الكيرنينج ساين؟ دكتور يعني حسب ما اتذكر الكيرنينج ساين نسوي فلكشن للني وراها راح نسوي فلكشن. اي الفلكشن يعني تقريبا بزاويه 90 رايت يعني 90 ديجري، وفلكشن بالهيب جوينت دكتور وراها ايه. نسوي اكستنشن للني، اذا تحركت بدون الم يعني نيجاتيف. يعني دكتور بدون الم من يصير الريتيشن بالمنينجايتس يعني تقريبا يصير اكو مثل بالهامسترينج مصل مثل البارالايسيس، يصير بها الم تتحرك بالهامسترينج مصل. يصير باراليسيس؟ لا بالعكس ما يصير باراليسيس، يصير بالعكس يصير سبازم. بالعكس يصير بها سبازم بالعضل عكس الباراليسيس. علي زين عميد الدين موجود؟ عميد الدين موجود؟ وين؟ موجود يا زين. عميد الدين هذني الساينز اللي نحكي عليها دائما موجودات؟ لا دكتور يعني تقريبا في نص الحالات. نص الحالات يا population of patients ما تظهر عندهم هاي المنينجيال ساينز يعني شنو رايك؟ يعني دكتور هن الساين نشوفهم بالاطفال. نشوفهم بالاطفال زين. لو اي غانم شنو رايك؟ نعم دكتور. شنو رأيك؟ دكتور هي هاي الساينز ممكن cases of meningitis ما نشوف بيها هاي الكيس هاي الساينز؟ اي دكتور ممكن الأطفال اللي أقل من سنتين والألدرلي. الأطفال ما نشوف بيهم الأقل من سنتين والألدرلي هم ممكن نشوف يعني ما نشوف بيهم ممكن زين. بس عندك بس عندنا ساين ثاني ممكن نفحص بيه اي اللي هو دكتور اللي شو اسمه opposing sign. شنو؟ فود زينك ساين. شنو دكتور هذا ساين هم نسوي ايه؟ هو للأطفال وللإلدرلي ممكن يبين من الجاهز. شنو هذا شو يطلع بيه؟ دكتور هذا نسوي دكتور ساحة شكية دكتور هو نسوي باسف فلكسيشن للنك، بعدها إذا صار عندنا باسف فلكسيشن للنك معناها أنه هاي الإشارة بوزيتيف معناها عنده من الجاهز، وإذا ما صار يعني ما عنده. والله ما ممكن ليث وين ليث موجود؟ نعم دكتور اي موجود دكتور. والله ما تعيد عيد لي اياها ما انا ما فهمت كل زين. عيد لي اياها هاي الساين شنو هاي البروزينسكي ساين شو اسمها الساين؟ البروزينسكي البروزينسكي ساين
اي هاي شنو هاي والله نخلي البيشنت لاينج فلات ونسوي فلكشن لل شو اسمه للنك ونلاحظ نباو على اقدامه انه ممكن اذا صار عنده فلكشن بالهب او بالني جوينتس ممكن يكون عنده مننجايتس فلكشن يصير بالهب يعني فلكشن فلكشن للنك وبنفس الوقت راح يصير باسيف فلكشن بالني او بالهب اي اوكي ماكو اشكال راح نجي على الفقرة الأخرى. فقرة طبعاً هي شوية يعني هي مو صعبة بس راح حكيتولي إنه أكو ممكن مرضى يصير عندهم مرضى ما يصير عندهم يعني مسألة إنه الأطفال والإلدرلي وهالأمور هاي. بس راح أسألكم سؤال آخر برأيكم تعرفون شنو sensitivity وشنو specificity لو ما تعرفون هذه المصطلحات؟ أحد يعرف معناها؟ شنو؟ أي أحد؟ شنو يعني sensitivity وشنو يعني specificity؟ يعني دكتور أعتقد specificity يعني specificity هذا التيست يعني 100% إذا بوزيتيف أو نيجاتيف للمننجاتيز بس السنسيفيتي من مريض المريض يعني مريض مثلا عنده أميون سبرسر السنسيفيتي لهذا التيست يصير أقل يعني هي الفكرة عندي أنا ما متأكد يعني هي مو هيك بالضبط الى حد ما شو تقول لي عندك فكره دكتور ممكن يعني السنسيتيفيتي تكون اكثر جنرال بس السبيسيفيسيتي يعني هي اللي تحدد لي شو اسمه هي تكون سبيسيفيك اكثر تحدد يعني لي انا راح اعطيك مثال هسه انا راح اعطيك مثال بالنسبه لك الهيديك بالنسبه للمننجايتس سنسيتيف لو سبيسيفيك سنسيتيف لانه هو لانه الهيديك بي بعد اكو اكثر يعني غير المننجايتس ممكن يصير هيديك يعني نون سبيسيفيك فور مننجايتس صح أي. زين وسنسيتيف معناها اغلب الكيسات اللي بيها مننجايتس وما يصير عندهم هيديك هاي معنى كلمه سنسيتيف اوكي هذا هاي بقدر اوصلكم اياها بس راح نجي على المننجيال اوريتيشن سايز النيك ستيفنس الكيرنيك والبروسينسكي ساين برايكم منو اكثر وحده سنسيتيف يا محمد ايمن منو اكثر وحده سنسيتيف نعم دكتور النك ستيفنس يا نك ستيفنس كم تقريبا سنسيتيفيتي مالتها عندك فكره يعني كنسبه لا ما اعرف محمد رحيم عندك فكره لا دكتور ما عندي اي واحد عنده فكره لو اي شو تقول لو اي جد رقم دكتور عنده قيمه في 70% يعني 70-80% هيك شيء اوكي زين وش الكيرنيك ساين يا علي محمد رشيد نعم دكتور كيرنيك ساين كيف سنسيتيفيتي مالتها اعتقد اقل من النيك ستيفنس لان قلنا الاكسترينج اوف كذا يعني ما يصير عندهم يعني خلينا نقول اقل من 60% يعني هي اقل من هيك شيء بس يعني هي الارقام اللي تقول اقل من هيك شيء وتظهر يعني هي الأرقام تذكر تقريباً 40 وقسم يقولون 30-25% هيك شيء يعني مو سنسيتيف أبداً مو سنسيتيف but are more specific than neck stiffness the neck stiffness it is non-specific وهنا راح نجي للفقرة الأخرى ونرجع الضحى محمد من جديد انطيني causes of neck stiffness other than meningitis ضحى عبد الله فلاح نعم دكتور اعطيني cause of neck stiffness other than meningitis يعني disorders اعتقد بالcervical sprain او injury زين علي محمود شو تقول دكتور ممكن يعني arthritis دكتور يعني هو بال جوينت وممكن انه هو قصق شو تقولين دكتور يعني يكون تير بالليجمنت سايد جوينت مثلا يعني ليجمنت فاطمه علي دكتور مفصل سبراين فاطمه الزهراء سب اركنوتيمورج وسيرفيكال سباين ديسوردرز
يعني لا حد ما بس يعني لازم تقولوها يعني انه سبونديلاتيك تشينجز سبراكانت هيموريج صحيح طبعا فرح هادي تقولين بعد دكتور هو هاني مثلا هذه لانه مثلا كيميكال مثلا انه او مثلا هذه اللومبار بانشر تكون كونتامينيتد يسووها وتكون كونتامينيتد يعني نفس الشيء راح نوصل المنينجايتس لا هذا هذا المنينجايتس هذا الانفكشن انه مثلا مثلا موفمنت مال النك تكون يعني غلط او هيك شيء فتسبب يعني زين فاطمه تحسين شو تقولين دكتور بكتيريال انفكشن هو انفكشن نفس الشيء قاسم عباس الدكتور يعني تيتانوس انفكشن باك ونك ممكن تيتانوس الى حد ما اوكي صحيح زين علي حسين شو تقول علي حسين ماكو علي عبد الكريم نعم دكتور ممكن يكون المصل سبازم ازداد التون مع المصل علي محمد رشيد نعم دكتور قلنا النيرف انجريز ممكن الارثرايتس ثلاثة على الجوينتس زين علي محمد هادي نعم دكتور يعني هم مثل ما ذكروا ارثرايتس مصل سبازم عميد الدين نعم دكتور نفس ما قال يعني ما عندي فد شيء اضيفه اكو احد عنده فد شيء اضيفه دكتور ممكن يكون من انجري من اكسيدنت او شيء لا عدا لو اي ليث محمد ايمن محمد رحيم لو اي دكتور انت لو اي ما حد عنده فد غير اللي قالن دكتور ممكن يعني الانجري والارثرايتس والمسل سبازم دراج سايد افكت يعني يا دراج يعني ببالك هيك فد فقرة نسيتوها وهي يعني شنية التيومر يعني مالجنسي خاصة تيومر in the posterior fossa posterior fossa tumors ممكن نسوينا هيك شيء طبعا السبراكنويد هيموريج هو فد very important differential diagnosis اكو احيانا infections outside the CNS ممكن نسوينا neck stiffness خاصة التونسلر والبريتونسلر abscess هذا يسمونه retrotonsillar or paratonsillar abscess هم ممكن يسوينا irritation للمسلز ويسوي بيها spasm فراح يصير neck stiffness اكو قسم احيانا يقولون اكو غير infections ممكن تسوي يعني حتى ممكن مثلا typhoid fever ممكن تسوي يعني هيك يعني مو فترة قوية يعني الـ TB لو وصل الـ spinal cord اما انا يسوي neck stiffness يعني ما راح يصير عادة ما يصير بالـ cervical عادة بس يعني طبعا هو اذا فشي يسوي irritation للمسلز اكيد طبعا راح يسوي بيها spasm احيانا بعد اي أشياء أخرى تذكر هي تيتانوس إنفكشن إنه راح يسوينا سبازم طبعاً هاي ذكرناها أكو غير يعني مثلاً دراكس ممكن قال يمكن قاسم ذكر الدراكس بس ما ذكرنا الدراك هو شنو يعني ممكن هذين يسوون أنتي دوبامين أو الدوبامين دوبامينرجيك أنتاغونيست ممكن يسوون سبازم بالنك يعني مو هي إلى درجة أن يصير نك ستيفنس مثل ما يعني هو نعرفه بالمنينجايتس بس ممكن يسوينا سبازم بالنك موسلز Yeah. إذن خلصنا من الـ differential diagnosis of neck stiffness and kerning sign. طبعاً أكثر شيء دني صن الـ neck stiffness عادةً ما يصن الـ kerning sign عادةً لذلك هي الـ kerning sign it is more specific it is less sensitive مو كلش sensitive يعني هواي كيسات مال meningitis ما يصير بيها kerning sign بس it is more specific يعني من نشوف kerning sign تصعد النسبة مالت meningitis عندنا أوكي هسه راح نجي على الفقرة اللي وراها وهي فقرة الانفستيجيشنز وراح نحكي على السي اس اف اللمبر بانكتشر اولا راح نسأل ضحى ضحى موجودة لو لا شو راح الضحى نعم دكتور موجودة وين رحتي ضحى شو ما قبل شوية دكتور رفع النت يلا على شكل النت وهاي هو طبعا بالمناسبة يعني هو مسألة التقييم يعني الكترونيا هيك هي مو مقنعة كلش بالنسبة لي يعني المفروض تكونون يعني كنا قاعدين بقاعة واحدة ويعني واحد قدام الله مو هيك يعني احنا الكترونيا وعلى الميت ما ترهم هاي ترهم انه قاعد يسوي محاضرة بيها بس قاعد يسوي هيك بي بي ال وشغلة بيها نقاش وافكار وسؤال وجواب ما تنهض الكترونيا ابدا ما ترهم وطبعا هذا اللي موجود وما نقدر نسوي غير شيء
طب المناسبه باعتبار صراحه يرجع تعليم مدمج شنو راح ترجعون العمل يداوموا بالكليه لو ما ترجعون لو شنو دكتور يعني احنا راح هو يومين مدمج بعد بقى بالمستشفى هاي لا مو مستشفى بالكليه يا اول شيء مثل ناخذكم بالقاعه راح نرجع مثل قبل لو هاي ماكو شيء فقرات اعتقد دكتور انت الكارت الاول نص بنص الكارت الاول بال نص بنص يعني بس السيشنات القاعات هو المشكله انتم عارف حالتكم خاصه انتم بصف الثالث كان من الممكن جدا ان المختبر المهارات السكيلاب كلش كان يفيد بحالتكم قال انتم ما تحتاجون بيشنس انتم مو مثل الرابع مو مثل السادس انتم ما تحتاجون بيشنس انتم تحتاجون ممكن دولز تكون كلش كافي عليكم ممكن فولنتيرز يعني فولنتيرز كلش يكون كافي عليكم انتم يعني مشكله منو برمات الاكزامينيشن تعلمتوا ما تحسكم تعلمتوا هسه كارديو كارديو باسكر اكزامينيشن تعطيكم اياه يعني متاكد هسه اغلبيتكم هم ما عرفوا هو شنو راح يصير شلون يصير شلون يسوي الكولابسنج بالس شلون يسوي المانوفرز مالت الاوسكولتيشن يعني وبعدين صراحه مو بس ما راح يعرف شلون يصير اكو هاي عرفه وفهمه بس ما تطبع بالبال مثل ما تفضلت حضرتك مختبر المهارات هي يعني مختبر المهارات كان ممكن شويه يعزز هاي المعلومات اكثر من الحكي بس النظري هو المصيبه صار هم حكي نظري وهم الكتروني يعني هي كلش كارثة يعني هي عكست بلا دكتور عكست هي حتى وصل نمتحن صف الرابع صف الرابع اللي هسه نمتحنهم اللي هم العام يعني هم كانوا يعني ثالث يعني بلي مو صف رابع دول يعني هم اسمهم صف رابع بس هم يعني ما يسم مستواهم ما يتجاوز مستوى الصف الثالث هم ترى عندهم شوية هيك معلومات مبشرة يعني معلومات متفرقة عندهم بس مو هو مستوى صف رابع حقيقي تقدر تعتمد عليه ترى هو ورا الرابع مو مثل مو مثل تقييمات المراحل السابقة طبعا يعني هو انت هذا مني خلص رابع وراها بعد الخامس ما ينحسب هيك ماكو خامس وراها راح خامس سادس يعني الخامس ما يعني اكو بي كورس ميديسن ابو ثلاثة اسابيع بس هيك اخو ما بي فايدة ما بي تماما يعني ما يضيف اي نولج ترى النولج هو تاخذها بالرابع وتطبقها بالسادس هي هاي هي فقط مشكلة ايه ما اعرف هسه راح يصير تعليم مدمج ايش راح يصير بعد ما ندري زين دكتور هو ايش وقت ينتهي هذا الكورس؟ حسب يعني علمي يمكن بداية السابع يمكن 10/7 يمكن يخلص التدريس او هيك شيء يمكن لان امتحان 24/7 اوه وبالثامن يلا نخلص اي يعني السنة اليوم اليوم يوم 4/6 يعني تقريبا باقي لكم شهر تقريبا باقي شهر من الكورس شهر وشويه شهر واسبوع يجوز هيك شيء والسنة الجاية إن شاء الله مبدئيا عشرة بس طبعاً بس هي التغيرات يعني ما يعني تتغير بين يوم ويوم يعني الأشياء تتغير يعني هو هذا يعني هي أسبوع تصعد الإصابات أسبوع تنزل ما تفد مقياس معين يعني وزارة الصحة ما تقصر بالفحوصات يوم يسوون 40,000 يوم يسوون 20,000 يوم 50,000 وزارة الصحة هو حتى لو كنت قاري هو هذا آخر شيء اللي طلع أنه مع التعليم المدمج أنه المفروض لازم يصير أكو تعاون بين الكليات والصحة على مود التلقيحات وعلى مود المسحات تلقيحات بدي مشكلة التلقيحات الشعب ما يلقى هي مو بس الشعب اخي ترى هي ازدحام وهوسه وكتل ومذبحه صحيح السينوفارم والاسترازينيكا ماكو عليها هوسه دنيا اصلا تروحوا براحتك وما حد يحاكي بس الاغلبيه يريدون فايزر والفايزر عليها كتل فايزر اي صحيح يلا ما تبار لسه راح نرجع نحكي بهالمواضيع هاي يلا ماكو اشكال بس نرجع الضحى وين ضحى؟ نعم دكتور زين ضحى بالنسبه لك اني النمبر بانشر وين السايت اللي واحد يسوي ولا مفروض يصير يعني هو شو النمبر بانشر نسوي بانشر للسي اس اف نريد ناخذ سامبل من السي اس اف فوين نفوت النيدل بين ال ال 4 و ال تي تي ما ادري ال 4 منو ما ادري بعد ها شي يجي ورا الـ L4 هو شي يجي ورا الـ L4
حكيتي ورا ال4 عبد الله. نعم دكتور. يجي ورا ال4 ال4 ال5 يجي نمبر 5 ال4 ال5 يعني الاهلي احيانا احيانا واحد ينزل شويه ال3 ال4 ما يصير لا ال5 اس1 ممكن ال5 اس1 تمام دكتور اوكي. فهسه راح نجي على علي محمود. نعم دكتور. علي محمود كثير من ال ولا علي موجود ها علي محمود كثير من الناس يتخوفون من اللمبر بانكتشر من تقول له راح نريد نسحب مي من الظهر دول رأسا يطفرون يقول لك لأن هذا جيران هم دائما جيرانهم ما أعرف ليش يعني وتبر هم وايدهم جيران ناس لهم ما أعرف وايد الناس هم وايد جيران وكل واحد من جيرانهم عنده صايرة عنده حادثة معينة زين جيراننا سووا له سحبوا له مي من ظهره وراد ينشل ما اعرف شلون يعني هو ما اعرف شلون عرفوا انه راد ينشل هو ما انشل هو بس راد ينشل وات ايفر فشو رايك بهاي المقوله يا علي محمود دكتور يعني هو اكيد المفروض اذا يعني اكو مرض ضروري انه اخذ اسحب سي اس اف زين بعد ليش هذا المريض راد ينشل شنو هذا شنو رأيك؟ ليش دا ينشل هو؟ دكتور يعني ما فهمت انه راد ينشل بسبب انه بسبب السحبة مات الـ هذا الزائل الشوكي هو اكو شيء لو هي شغله شنو رأيك؟ دكتور انه ممكن يعني رأيك انه هاي النظرية صحيحة لو خاطئة؟ دكتور ما اعتقد يعني اعتقد خاطئة ليش؟ علميا شلون تحاججهم علميا ولو طبعا انت ناس ما تقدر تحاججهم علميا بس فرضا فرضا شلون تقول لهم انه لا ما له علاقه بس اقعدش فكره اي دكتور اي صحيح يعني ممكن يصير اخطاء مثلا اخطاء اوادي هاي تيم جماعه الاخطاء هاي انت صرتي عليا انا مو يعني زين بعد منو منو عنده فكره ليش ما ممكن أن يسوي شلل هذا؟ دكتور أصلاً ريسكي بس إحنا أي محمد رشيد شو تقول؟ البروسيجر أصلاً ريسكي يعني ريسكي يعني شنو ريسكي؟ يعني راح نفوت نيدل بصف الاسبينال كورد زين وبعدين شو يصير؟ زين ونسحب من السياسة إذا هو على قولة غسق إذا يصير خطأ أوكي يعني ممكن يصير دمج الاسبينال كورد جماعة الناس والأخطاء الطبية وايش شوف البرامج مالت الهواء إليك وهالسوالف ذني يا ما اي احد عنده فكره صحيحه دكتور يقلل السعر من الفلود راح يقلل السعر سعر براس من الفلود دكتور راح تقولين دكتور لا هي ما يصير لان هم يخافون لا يضرب السباينال كورد بس هو السباينال كورد ينتهي قبل الليفل مات ال وين ينتهي السباينال كورد بال ال2 يعني تي 12 ال1 اقصى شيء يوصل لل2 يعني ما يوصل لل4 ماكو ورا الالفار سباينال كورد لا شكو اكو تكون تكون هذه يعني النهايه الكوديت هاي النيرفات اللي تتحرك يسموها يعني. اللي كودا اكوين كودا يعني ما بين الحصان بين الحصان كودا اكواينا كودا اكواينا كلمه اكواين معناها حصان ما في دياله باللاتينيه ما ادري وين وكودا معناها ذيل فذيل الحصان كودا اكواينا اللي هي يعني هي نيرز وليس سباينال كورد يعني احنا من ندخل ال4 ال5 قلنا احتمال ننزل الى ال5 اس1 يعني معناها ماكو سباينال كورد هناك يا علي محمد ويا غسق يعني راح هناك ماكو سباينال كورد زين هناك اكو كودا اكواينا فقط اكو نيرز مجموعه نيرز فهذه يعني احتماليه ان تضرب لك انت نيرف وتسوي له باراليسيس يعني هذا ماكو احتماليه هاي كلش يعني فشيء نادر هذا زين بالضبط يا فرح هادي يعني سباينال كورد ينتهي قبل هالليفل هذا زين فهسه اذا نرجع الى مشاكل اخرى مات اللمبر بانكتشر او قبل ما نروح للمشاكل لا لا هسه بعد وقت على المشاكل خلينا نحكي ويا عبد الله وين عبد الله؟ نعم دكتور عبد الله هذا اللمبر بانكتشر من ندخل نيدل والمفروض انه ناخذ سامبل من الفلويد سؤال سهل كلش هي شنو هي النورمال فاليوز اوف يعني او النورمال كاركترستكس اوف
spinal fluid. يعني من يا ناحية البراجر أو الكلوكوز مثلاً. يعني كلهن. البراجر مثلاً دكتور النورمال مالته من تقريباً 4 إلى 20. زين. الكلوكوز من 2.5 إلى 3.5 تقريباً هيك شيء. ملي مول بالليتر. 2.5 إلى 3.5. زين بعد. بعد. بدني أهم شيء. البروتين اعتقد البروتين من 0.18 إلى 0.46 زين عندنا بالسير بروس بعد ما تقول 0.18 to 0.46 هاي شنو اليونت مالتهن هذا البروتين جرام باللتر جرام باللتر يا عبد الله بير لتر انجليزي احكي انجليزي يا عبد الله عود فرايكم فد مره دكتور حيدر عبد الحميد شويه ياخذكم حتى لا دكتور انا بالي بس يعني شويه راحت غرام بير ليتر صلي على محمد علي محمود شو تقول نعم دكتور اي شو تقول بالله شنو بعد السيلز ايش قد تطلع لنا سيلز بالنورمال نورمال فلوج كيف السيلز اي مال الواي بي سي غير اي شو لازم ما ادري والله دكتور ما اعرف صدق نسق تعرفين زيرو تو فايف سيل بير مايكرو ليتر تعرفين شنو هي السيلز اللي نورمالي ممكن ان تطلع يا سيل بالمنجات صغير لا بالنورمال الليمفوسايت لمفوسايت وبالمننجايت مثل نيتروفيل زين يا غسق ممكن تطلع لنا لمفوسايت بالمننجايتس؟ لا ما يصير هي أكثر شيء تطلع النيتروفيل تطلع نيتروفيل زين والله علي محمود تطلع لمفوسايت بالمننجايتس؟ أي دكتور أوكي فاطمة علي تعرفين شو تطلع الانفوسايتس بالمننجايتس؟ صراحة يا دكتور ما عندي فكرة فاطمة الزهراء فدكتور هي بكلهن بس نقدر نفرق بين مثلا البكتيريا المننجايتس تكون النسبة أغلبية نيتروفيلز بينما إذا فيرال أو فنجل الأغلبية راح تكون الانفوسايتس الانفوسايتس ممتاز يا فاطمة الزهراء فاطمة تحسين وين فاطمة تحسين؟ نعم دكتور فاطمة تحسين شنو الفرق بين البكتيريال والفيرال مننجايتس من ناحية الشوغر؟ فاطمة طبيعي راسم شو تقول؟ دكتور بالفيرال تكون نورمال وبالبكتيريال تقل زين خاش حكي اوكي يعني قرار ها قرار ما موجود اوكي زين بالنسبه للابيرنس علي حسين نعم دكتور الابيرنس هنا بالكيس مالتنا يقول طلع لنا كلاودي يمشي ويا من هذا كلاودي دكتور وجود البروتين زياده بالبروتين راس عندي فيطلع ثابت يطلع ثابت زين زين ليث شو تقول ماكو ليث؟ دكتور موجود اي ليث شو تقول؟ دكتور هو الكلاودي ابيرنس ممكن يعني زادت النيوترال فيلز وايضا البروتينز يعني هي اكثر شيء السيلز ترى هي اكثر من البروتين اوكي ماكو اشكال هسه راح نجي على علي حسين نعم دكتور علي حسين احكي لي شنو اهم كونترا انديكيشن لللمبر بانكشر كونترا انديكيشن؟ اي يعني ما تسوي دكتور اذا كان عندي مثلا لوكال سكين ابسيز او سبسيز بهذا المكان ما اقدر علي عبد الكريم علي عبد الكريم شو تقول؟ نعم دكتور ممكن الليمكم بلمايت بيشن شلون؟ الليمكم بلمايت بيشن اسوي له يعني اكو ريسك مثلا كونتاميتد اذا كان كونتاميتد زين يعني ما تسوي له؟
تقريبا عن اكو زين. علي محمد رشيد شو تقول؟ كونتر انديكيشن اوف البي شوك حاله الشوك ريسبيراتوري سكيتس. عميد الدين شو تقول؟ نعم دكتور كونتر انديكيشن اوف البي بالبليدنج ديسبيسز. لو اي غانم شو تقول؟ كونتر انديكيشن اوف البي دكتور ممكن نسوي ممكن يسوي لنا كونترا انديكيشن. احنا كونترا انديكيشن دكتور هو يسوي لنا يعني كويس بالانتر كراينال بريشر. هو يسوي لنا وما يسوي يا اخي دكتور ما يعني. دكتور ممكن عنده بليدنج تندنسي او قلناها اعطيني دايثيسس. محمد ايمن كونترا انديكيشن اوف ال بي. نعم دكتور ممكن اذا اكو انجري باللمبر اريا او اذا اكو مثلا بناين تيومر او شيء. محمد يسوي لنا انفكشن. محمد رحيم نعم تستاذ سوري فيتال بشر كونينج فيتال بشر كونينج فيتال كونينج احتمال ما اقول لك احتمال يسوينا ده اقول لك كونترا انديكيشن يعني من نشوفه عد المريض ما نسوي له ال بي هذا شو عنده سبانال كورد كومبريشن سبانال كورد كومبريشن صحيح بعد شو اهم فقره شو ما تذكروها دكتور ممكن اجاوب قلتون صحيحات صحيحات انه بس اكو فد فقره نسيتون تقولوها كونتر انديكيشن فاطمه الزهراء شو تقولين دكتور انت انكريز انتراكرانيال بريشر وبابلا ادينا يعني انكريز انتراكرانيال بريشر مو هو يسوي مو هو اللي يسوي انكريز وانما البيشنتس من نشوف عنده فيتشرز اوف انكريز انتراكرانيال بريشر اللي هي من ضمنها البابلا ادينا هذا ما يصير نسوي له او بي تعرفين ليش فاطمه علي ليش هذا اذا عندنا انكريز انتراكرانيال بريشر ما نسوي له ال بي فاطمه علي دكتور ممكن هذا الانكريز انتراكرانيال بريشر بسبب ليجن بالسب اركنويد سبيس اللي راح نسحب من عند السيربرا سباينال فلويد زين لو اي غانم شو تقول ليش اذا عندنا انكريز انتراكرانيال بريشر شو يصير به دكتور ممكن زايده هسه يموت المريض محمد ايمن شو تقول واذا عندنا بريشر زايد ليش ما نسوي له ال بي نعم دكتور ممكن يعني التست ما راح يصير صحيح محمد رحيم شو تقول ولا عدى انكريز انتراكرانيال بريشر شنو يعني علي محمد هادي شو تقول نعم دكتور يعني اذا عنده انكريز بالبريشر ممكن يصير عنده هيرنيشن عافية يصير عنده هيرنيشن واذا صار هيرنيشن شو يصير وإذا صار هرنيشن شو راح يصير؟ ها علي محمد وين رحت؟ عميد شو تقول؟ دكتور راح يصير عنده ثرمبس فيصير عنده لا 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 شو تقول؟ دكتور ممكن يزداد أكثر ويصير كومبريست للبرين شو اسمه ماتر يعني؟ تزيد اكثر يعني انت ما راح تسحب الفلويد راح يزيد البريشر نسق شو تقولين باعتبار قلتي اكو اخطاء طبيه تصير واحنا راح نقتل المرضى وما شنو احنا ما عندنا انسانيه شنو رايك دكتور ممكن يصير ديستربنس بالليفل مال كونشسنس ممكن إيه هو ليش راح يصير ديستربنس هو ايش راح يصير هو هسه الكوم قال يصير منو اللي قال يصير هرنيشن العفو علي محمد مو ممكن علي محمد هادي قال مو علي محمد اللي قال صار هرنيشن الو تسمعني دكتور اي وين رحت مو انت قلت صار هرنيشن اي بس كان ايدي على المايكروفون فما سمعت نعتذر زين هسه خلينا نرجع لقاسم عباس قاسم عباس بدا صار هرنيشن ايش راح يصير وش يعني هرنيشن؟ دكتور يعني يصير كومبريشن للنير بارت القريب يعني لمن؟ للنير بارت بالاريا زين والله فاطمة الزهراء شو تقولين؟ وإذا صار هرنيشن؟ شنو شي يصير؟ دكتور البريشر ممكن يأفكت ذا هرنييتد بارت فيصير باراليسيس بالجزء المعاكس إليه أو ممكن كومبريشن للميد برين يعني وش أول يصير هرنيشن؟ لمن يصير هرنيشن؟ لمن؟ فوريمن هرنيشن الجزء الأخير من البرين اي
اللي هو شنو بي اكو هذا الاوكسيبيتال بارت اللي هو شنو اكو بي منو اكو بي هناك النيرف وورد مال السايد البراين ستيم اني اكو بي البراين ستيم البراين ستيم اللي هو يتكون من ثلاثه اجزاء وهي الميد براين والمدولا اوبلانكاتر شنو اكو بالمدولا اوبلانكاتر منو اكو هناك اكو سنتر والباسكار سنتر هذا من يصير بي كومبريشن Well, you know, herniation. كلمة herniation معناها something moves outside or away from its normal site. فهذا من راح ينزل the pressure جوا؟ إحنا راح نسوي puncture جوا. وفوق صاعد the pressure. شو راح يصير؟ راح يدفع the brain من فوق إلى الأسفل. فراح شو يصير؟ راح يدفع the brain stem خلال the foramen magnum. راح يخليه تفوت هناك. تنحصر هناك. ينحصر the brain stem. So compression على respiratory center. وبالتالي المريض يموت يا غسق رسول اللي جيتي على الأخطاء الطبية. فهذا الخطأ الطبي اللي ممكن أن يصير يا عيني وليس أنه نسوي إنجري للسباينال كورد. السباينال كورد إحنا ما راح نطخه وإنما قد يصير هيك شيء. ليكون هاي الحالة يعني هو يعني مو فد شيء كمان ترى هو. بس هذا شيء قاتل. هذا شيء قاتل ممكن يكون هذا مميت إنه إذا هيك سوينا وصار هارنيشن كلمة كونينج سامعين بالكونينج هي هاي الكونينج هذا. كون يعني مخروط كلمة كون يعني مخروط يعني صار مثل المخروط يعني فتشي عريض من الأعلى ويصير ضيق من الأسفل فهيك يصير يعني يدفع البراين ستم خلال هاي الأوبنينج يصير بريشر ويصير ديث أوكي هاي كلمة الهيرنيشن وكلمة يعني دكتور إيش قد نسبة المورتاليتي مالته 100% إذا صارت لا توقعتها 100% اي تقريبا اي تقريبا 100% بس هي ما تصير هي نادرا ما تصير هي نادرا مش شايفها اصلا ايش قد مسوين احنا يعني اوكي زين دكتور هنفرض عنده تيومر بالبراين يعني فد مو تيومر يعني بعده غير دقنا تيومر بالبراين اي ومصعد التنشين وهم صار عنده مننجاتيس هاي هذا ممكن يصير بها مو والله ما نسوي ألبي زين بس هي فاطمة الزهراء ذكرت في الفقرة انه شو راح نعرف عندنا البيشنت هو عنده انكريز انتراكرانيال بريشر اولا قالت نفحص نشوف عنده بابليديما البابليديما هي شنو هي اللي هو سوالينج يصير بالاوبتيك ديسك يعني اكو هذا الشيء يسموه افتالموسكوب او فندوسكوب يفحصون به العين مالت البيشنت حتى يبارعون على شنو على الفندس مالت يعني البوستير بارت اوف ذا اي بول اللي هو مالت الراتينا اكو هناك شيء اسمه الاوبتيك ديسك كذا شفنا بيه بابيلوديما يعني سوالين هذا معناه انكريز انتراكرانيال بريشر زين فاذا شفناه هذا انديكيتس انه شنو ان البريشر عالي فما نسوي احيانا احنا ما نسويها ما نعتمد على هاي ندور على هذا التيومر اللي قال عليه علي محمد هذه فشلون ندور على التيومر شلون نعرف ايش عنده تيومر لو ما عنده او عنده ماس ليجن اصلا تقول يا علي انا دكتور اي نسوي مثلا سي تي ام ار اي بالضبط نسوي سي تي عيني هسه هو هذا الماشي تقريبا هو هذا الماشي ماكو بيشنت نسوي له لمبر بانكشر وذاوت سي تي ما يصير نسوي له الطي وتمام نسوي له سي تي هذا هسه اوكي هاي مسألة خلصناها هسه خلصنا من موضوع اللمبر بانكشر وخلصنا من موضوع الانديكيشنز والكونترا انديكيشنز السايد افكتس شنو رأي والله عميد شو يسوي لنا اذا سوينا لمبر بانكشر شو يصير كسايد افكت هذا هذا طبعا الكون نقول اذا نحكي عليه هذا قلنا هذا الشيء رايح لا كسايد افكت شو يصير يعني يقول يعني شلون دكتور مثلا سايد افكت سايد افكت واحد سويت له لمبر بانكشر شو يصير عندك يعني مثلا هيمويد يصير عندك قاسم شو تقول دكتور يعني ولا شيء اعتقد يصير عندك ولا شيء محمد دائما شو تقول هدك هدك عافية ايش قد نسبة الهدك يعني عالية اتوقع 80% العالية يعني كد 70 هيك 70 لا على كيفك بعد لو ايش تقول دكتور مو اسمه هذاك بس انا اتوقع انه يعني بعد يسوي بليدنج بالمكان اللي يخلي بيه ممكن بس يعني غير هذا الا اذا البيشنت عنده هو فالبليدنج تندسي واحنا قلنا بالبدايه اذا عنده بليدنج تندسي ما نسوي له اصلا
بعد زين دكتور دكتور بعد شو اسمه ممكن نسوي عندنا انفكشن بالمكان هذا قلنا اذا قبل لوكال انفكشن احنا اصلا ما راح نسوي راح نستخدم احنا فتست طبعا ستريلايزيشن تكنيكس وهاي زين بعد نعم دكتور وحاش تقولي شنو قد نسبة الهدك 25% شي 30 هاي كمارة كانت مقولة قديمة يقول لك انت يسألوك على ثد نسبة وانت ما تعرف ما عندك اي فكرة عنها يقول 30 يعني الى حد كبير راح تطلع صحيحة او مقاربة يعني اطلع 25 اوكي تقلت 25 اطلع 40 يعني هم شوية اقترابت بس طبعا مو من تكون النسبة 70-80 لا طبعا هاي 30 راح تكون خاطئة بس على اغلب الفتشي انت ما عندك فكرة عنها قول 30 يعني على اغلب تطلع مقاربة زين هاي فيما يخص السايد افكت مات الـ number puncture زين هسه راح نسأل بالله سؤال آخر راح نجي على عبد الله فلاح نعم دكتور برأيك احنا شو الـ indications of lumbar puncture other than meningitis ليش نسوي lumbar puncture ممكن اكو غير indications اي احد عنده اي فكرة دكتور ممكن subarachnoid hemorrhage subarachnoid hemorrhage ليش شي يفيدنا لمبر بانكشر ذا دي سبركنال هيموريج يعني يطلع بيه دم دكتور يطلع بيه دم هو ما يطلع بيه دم بالحقيقة شوف سبركنال هيموريج يشخص بالسي تي بالمفراس بس مرات بالسي تي ما يطلع فننتظر لازم 12 ساعة ورا 12 ساعة نسوي لمبر بانكشر شي يطلع لنا ما يطلع لنا بيه الار بي سي يطلع غير شي شو نسميه أحد عنده فكرة شو نسميه زانكوما دكتور لا اسمه زانثوكروميا يلا على كل اقتربت الى حد ما زين بعد غير انديكيشنز على السبركنال هيموراج ممكن نساعدنا سكلروسز شلون نسوي اللي عندهم سكلروسز شنو سكلروسز دكتور هو بعد بالي هسه والله احد عنده اي فكره دكتور ممكن بالكانسر ممكن تيومر بالبرين او سبينال كورد شنو العلاقه شنو الفائده تلعب ليش تنسوا لمبر فانكشن إذا ودت يومار؟ ما أسمع يعني حتى نشوف دكتور أشوف أني بيوموربيزم إذا أكو بيوموربيزم يعني شو أطلع أنك بيوموربيزم؟ هو شو يعني بيوموربيزم؟ يكون أبنورمال دكتور يعني شو أبنورمال؟ أبنورمال مثلاً الكروماتين عالي من النيوكلياس أو مالجنانت تيجي تطلع مالجنانت سيلز تطلع مالجنانت سيلز تطلع صحيح زين بعد اكو غير انديكيشن احد يعرف غير انديكيشن فور نمبر بانكشر فاطمة الزهراء ما تعرفين دكتور بس مو انفستيجيشن اي شنو الانستيزيا والكيموثيرابي كيموثيرابي وانستيزيا بعد صح هذا اسد ثيرابيوتيك انديكيشن وليس دايجنوستيك انديكيشن ريليفينج بريشر ممكن ريليفينج بريشر بي ا كيس هاي نريد نقلل البريشر السيريبروسبينال فلويد من يزداد في حاله لاكتون اكو اتيب نسميها هايدروسيفالاس مو الهايدروسيفالاس لا نسميه سودو تيومر سيريبري او يسموها يعني قسم يسموها بيناين انتراكرانيال هايبرتنشن ومو بيناين بالحقيقه ولا مو بيناين زين هي اكو فقره هنا لازم تنتبهوا لها يعني بحاله السودو تيومر هي في الكيس هاي اسمها سودو تيومر سيريبري هاي يصعد بها الانتراكرانيال بريشر يعني فاحنا شو نسوي لمبر بانكشر حتى نقلل من البريشر حتى شيء يصير حتى يعني نخفف من هذا البريشر اللي موجود بالانتراكرانيال زين هذا ايش تناقض ويا الحكي مالتنا ما قبل شويه احنا مو قلنا انه اذا البريشر عالي ما يصير نسوي ال بي لان راح يصير هرنيشن وكونينج المريض يموت فهنا راح نجي للفقره هي المهمه هذا السودو تيومر سيريبري هو شويه خارج يعني مستوى دراستكم بس حتى لا يصير عندكم مشكله يعني تفكرون بها تقول هالشلون عاد ايش يجي السودو تيومر سيريبري يصير سيمتريكال باي لاترال انكريز بريشر بما من اكو عندنا ماس ليجن او تيومر هذا يكون عاده يونيلاترال ويصير اسيمتريكال يعني بريشر بصفحه اكثر من الصفحه الاخوه هذا اللي يسوي هرنيشن وكونينج اما اذا كان لا اذا كان باي لاترال فهذا ما في مشكله اوكي ها هي الفقره زين هسه راح
خلصنا من موضوع كل هاي المنينجايت الالبي والهوسه معناتها كلها وراح نرجع الى موضوع اخر. موضوعنا الاصلي هو موضوع شنو هو المنينجايتس. زين راح نحكي ويا ضحى. وين ضحى؟ نعم دكتور. ضحى هاي مريضتنا اللي عمرها 47، ايش تتوقعين most likely organism اللي سوالها بكتيريال منينجايتس؟ دكتور هو ال فورمات. عبد الله شو تقول؟ دكتور بكتيريال؟ ايه بكتيريال منينجايتس؟ يعني ليش شو تقول؟ دكتور ستريبتوكوكس نيومونيا او نيسيريا منينجيتس او نيسيريا منينجيتس لسه هو يسموها نيموكوكس وغونوكوكس. نيموكوكس يعني ستريبتوكوكس نيومونيا وغونوكوكس يعني نيسيريا منينجيتس. نيموكوكس وغونوكوكس زين اوكي. بس راح هاي تقريبا هذا الجنرال هاي يعني الاغلبيه هن ذني تو اورجانزمز هن اكثر اثنين يسوون. فراح نسال هسه على من هو نسأل فاطمة تحسين. وين فاطمة تحسين؟ فاطمة. نعم دكتور. إذا مريض عمره فوق الخمسين إيش راح تنضاف الدني to organisms؟ علي حسين. دكتور الاستيريا. الاستيريا مونوسيتوجينيز. الاستيريا مونوسيتوجينيز. محمد رحيم. نعم وينك محمد؟ نعم موجود. اذا كانت تروماتيك مننجايتس يعني واحد صار له تروما وصار وراها مننجايتس شو تفكر بيا اورجانيزمز؟ دومينس اورجانيزا وستريبتوكوكس بنوميا وبعد ستافيلوكوكاي. ستافيلوكوكاس صحيح زين. بس راح نسأل صح وموضوع شوي يعني خارج يعني هو اختصاصنا احنا بدنا نحكي على مدسن على بدنا نحكي على الأطفال. بس من الأطفال شنو اكو يا اورجانيزم انضافا للبني؟ احد عنده فكرة؟ دكتور اسكي عليك والله دكتور دكتور الايكولاي. نعم دكتور الايكولاي والليستيريا مونوسايت بعد واكو جروب بي جروب بي ستريبتوكوكس جروب بي ستريبتوكوكس هي اللي تسوي هاي نيونيتال منينجايتس نيونيتال سبسس او هيك اشياء زين. نعم راح نجي على موضوع هسه اخر فيما يخص حكينا على اورجانيزمز حكينا على الانفستيجيشنز والالبي وحكينا على السي تي انه اهميه السي تي. شنو اهميه السي تي هسه؟ شنو اهميه السي تي؟ عبد الله ليش نسوي سي تي؟ دكتور على مود نشوف اكو اي تيومر او انفلميشن او هيموريج موجود بالاكرويد. هذا بس سؤال يعني حتى بس اتاكد انه انتم يعني وياي لو مو وياي وياك دكتور. صحيح زين. هسه راح نجي على موضوع اخر حكينا سابقا على موضوع الامبيريكال تريتمنت. فاذا راح نسال هسه شنو الامبيريكال تريتمنت اوف منينجايتس المريض مثل هذا المريض اللي اجانا. راح نسال المن نسال والله منو اللي نسالنا بعد محمد ايمن تقول محمد ايمن. نعم دكتور. نعم دكتور تقول شنو الامبيريكال تريتمنت third generation cephalosporin وبعد with vancomycin with or without vancomycin with vancomycin with or without vancomycin. ليش نعطي vancomycin؟ من احد من يعرف ليش نعطي vancomycin؟ هو third generation cephalosporin يكفي. ليش نعطي vancomycin؟ انا مودر ريزيستنت يا ريزيستنت متاكل ريزيستنت ريزيستنس بيا بكتيريا بالستافيلوكوكاي. ستافيلوكوكاي لكن ما في ستافيلوكوكاي قليلة هي. بعد منو عنده فكرة؟ دكتور على مود الوايد سبكترم مالته. وايد سبكترم زين. هسه خلينا نسأل عن محمد رشيد. نعم دكتور. هو ال الفانكومايسين على يا بكتيريا يشتغل؟ الفانكومايسين على بكتيريا
ما اعرف صراحه. ليش مش عاجبني؟ يعرف علي من يشتغل دكتور؟ بلا سؤال دكتور مرسى، علي حسين تعرف مرسى دكتور؟ وعدل مرسى صح، ما عنده مرسى هنا، هو من يشتغل بانكو ماسي؟ اي لا حسيتك توقع كاسمونيا صحيح، نعطيها على مدير عندنا ريزيستنس نيموكوكاس، ريزيستنس من نيموكوكاس. زين هسه راح نسال سؤال اخر، راح نجي على فاطمه علي. فاطمه علي اذا هذا المريض كان عمره 60 سنه راح نعطي انتي بايوتكس دكتور هم ثيرد جينيريشن سيفالوسبورين وفانكومايسين. وفانكومايسين عبد الكريم شو تقول؟ دكتور نضيف لها امبسلين، يعني وين نفس مثلا نضيف لها امبسلين؟ ليش؟ لأن دكتور هذول الألدر يحكمون، لأن الألدر يحكمون ليبل فور ليستيريا. ليستيريا صحيح، فنضيف الأمبسلين فيصير ترجنشن سفارسبورين وفانكومايسين وأمبسلين، أو عدد الأمبسلين يا هو نضيف احنا بالله تعرف واحد لا؟ دكتور يعني جنتومايسين ممكن؟ يعني هي ممكن الجنتامايسين صحيح صحيح. زين هسه خلينا نرجع لفاطمة تحسين. وين فاطمة؟ نعم دكتور. زين اذا كان هذا المريض عنده بوست تروماتيك مننجايتس شو راح نضيف له انتي بايوتكس؟ شنو نعطي انتي بايوتكس؟ شنو دكتور بس عندي اذا كان عنده بوست تروماتيك مننجايتس يعني صار عنده ار تي اي بوست تروماتيك صار له ار تي اي رود ترافيك اكسيدنت يعني مثلا حادث سياره وراها مننجايتس نعطي نفس ذني الانتي بايوتكس لو غيرهن؟ نعطي فانكومايسين وبعد وللستافيلوكوكس وبعد زين اكو فد فقره انه اذا البيشنت افتر 2 دايز ما صار عنده ريسبونس ايش لازم نسوي؟ هل عنده فكرة؟ علي علي اطلع لي بس علي علي وما اعرف يا علي من عندهم خلينا نشوف بس علي محمد رشيد شو تقول؟ نعم نغير التريتمنت شلون نغير شو نسوي؟ يعني مدى يشتغل على البكتيريا الموجودة علي حسين شو تقول؟ دكتور شو تقول علي حسين؟ نعطي دكتور غير علاج مثلا فور جنريشن او نعطي مثلا كاربابينم ليش هذا نسوي هندني؟ ليش نسوي؟ ليش نعطي هندني؟ دكتور لانه هو اصلا دكتور هو اصلا علي عبد الكريم ليش نسوي هذا فور جنريشن وكاربابينم؟ دكتور لانه اخلي ببالي اكو سيدوموناس انفكشن بالضبط يعني ليش ما راح حكيناها؟ قلنا هندني انتي سيدوموناس والسيفتازيدين والكاربابينم والسيفيبيم ذني انتي سودامونا باي فايدتهن اعتبار هذا السودوموناس يطلع نعطي انتي سودامونا سيفالوسبورين اللي هو سيفتازيدين او السيفيبيم او الكاربابينين. من هو الكاربابينين؟ يعني من هو الكاربابينين؟ من هو الكاربابينين؟ علي حسين من عندنا كاربابينين؟ يا انتي وايتك ميروبينين دكتور محمد ايمن صحيح ميروبينين او امبيبين دكتور امبيبين او امبيبين عافيه. زين هذا فيما يخص التريتمنت مالت المننجايتس. راح نجي الفقره الاخيره وهي شنو هي الكومبليكيشنز اللي ممكن تصير من المننجايتس. يلا كل واحد يقول لي وحده يبا وشو عندكم بالمحاضره مو جيتكم بالمحاضره شلون حتى المحاضره ما قاريها دكتور سيفكسيميا سيفكسيميا بعد ليبرال انفاركشن infarction بعد hyponatremia seizure بعد hearing and visual disturbances بعد hydrocephalus بعد hyponatremia hyponatremia ليش صار hyponatremia؟ لأن أكو عندك inappropriate hormone secretion شلون inappropriate شنو؟ انتي ديوريتك هيكون هرمون سكريشن هيكون ان بروبيت
inappropriate antidiuretic hormone secretions. ليس يسموها يسموها سيادة. SIADH syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretions. صحيح. هذا يسمونه hyponatremia. يعني بعد complications هي على الأغلب ما راح يسوين. ميمارلوز. جون. ميمارلوز. يعني على الأغلب هي ما تسوي هيك شيء يعني. سوي هيك تقريباً زين. بس راح أسأل بس سؤال أخير يعني هذا قبل ما ننهي موضوعنا مالت اليوم. إذا كان هذا البيشنت على الأغلب ما يسوي المنجاكس ما يسوي فوكال ساين، يعني شنو فوكال ساين؟ شو يعني فوكال ساين؟ دكتور في الدمج بالبرين مناطق محددة يعني نتيجة مناطق محددة على الأغلب ما يسوي. زين إذا صار عندنا في فوكال ساين شو نفكر؟ ممكن نقول انه دمج للبراين. انتو قلتوا هاي عداها دكتور يعني ممكن فاسكولايتيز صح حامد ويانا يا ابو عدنا لا يا ابو عدنا مو ابو حامد انا غير ابو حامد صح ابو حامد أنا ضحى محمد وليس ضحى حامد. إيه لا ما هو ضحى حامد. أنت ركز تحاول ركز على بس اللي مشمولين بالتقييم اليوم. فضحى حامد ضحى محمد. شن أو ضحى حامد يلا شنو شن رأيك ليش ده يصير؟ ما رفعت يدك. من جماعتنا جماعة التقييم يلا ليث شو تقول؟ ليش يصير فوكال ساين؟ دكتور لأن هو قلنا حيصير انفاركشن يعني لأنه مثلا صار في اميون ريسبونس احنا قلنا على انفاركشن. على الانفاركشن شنو ممكن يصير؟ علي محمد هادي شو تقول؟ يعني ليش صار انفاركشن دكتور لو غير كومبليكيشن؟ فوكال ساين محمد ايمن شو تقول؟ دكتور يصير بلس في الكرانيال نيرف على الكرانيال نيرف دكتور ممكن ماسيف انفلاميشن يعني؟ يعني شو يصير يعني؟ أنت ممكن إنه يزيد الكرانيال يعني فجأة؟ لا بعد هذا شنو منو بعرف هالشيء؟ إسكار دكتور يعني؟ مشكلة إذا يرفعون إيديهم مدى أشوفهم بالضبط من غير مجموعة. شوف خالد شو تقول بالله خالد شنو رأيك؟ دكتور بس هو سؤال ليش صار فوكال ساين يعني لو شنو؟ ليش صار فوكال ساين؟ هذا الانفاركشن قلتوا ممكن يصير انفاركشن جيت وياكم صحيح هذا فاطمة الزهرة شو تقولين؟ بلسي ساينس فينس ترومبوسيس ممكن ساينس فينس ترومبوسيس بعد قاسم عباس شو تقول؟ دكتور decreased CNS reabsorption يعني زين بس توك فولي فت دقائق دكتور دقائق دقيقة هي دكتور الآن صار مثلا إكلوكول جدا قليل لأن يعني البكتيريا صارت تشارك الإبراهيم بال المتابوليزم مالته لا ممكن دكتور ممكن يصير عنده إكزوديت بغلف لنا رود اسمه اللي شو اسمه ما نيرفز نعم دكتور شكل نيت متغير عندي ما ادري شكل اوكي بس شي طلع لكم تمام شي طلع ماكو شي لك ابد ولا اي شي هسه طلع اي دكتور هسه طلع شنو هذا؟ اكو سي تي سكان محمد شو تقول؟ اي شو بيها السي تي سكان؟ احد عنده فكره شنو الابنورمالتي اللي دي؟ صحيح هو مو موضوعكم يعني اعتقد اشوف رينج انهانسمنت ليجن اي شنو يا رينج انهانسمنت ليجن دكتور هاي عده اسباب تصير بيها اي هو بعد من الجايتس كان فصار بيه هسه دكتور صار عنده ابسس
ابسس بالضبط صار عنده ابسس اوكي ابسس وشو معنى ابسس كولكشن اوف باس انا وديك شو جاي علي محمود علي دكتور محمود حسين ها محمود حسين من خارج الفريق اوكي بالضبط هاي رينك انهانسينج ليجن هي عباره عن ابسس هذا يصير ممكن كومبليكيشن مال مننجايتس اوكي زين بعد عندنا فتحة شيء فتشي ما صبر يمكن اتوقع خلاص الموضوع دكتور عندي سؤال تفضل دكتور هم قلنا اكو علامات انه لما نجي مريض بالطوارئ انه قبل تعتبر هذا المنجايتس دكتور اللي هم النيك وبعد شنو النيك انه تكون شو اسمه السفنس واللايت سنسيتيفيتي و يكون عندنا سفير هذاك يعني اي فيتشرز اي فيتشرز ممكن مو دائما ترى مو دائما السفير هذاك او هيك شيء يعني اعتبرها من انجايتس بس ساعات كولكشن اوف سيمبتومز يعني مثلا ساعات اقول لكم اعطيكم مثال ليش مره اجانا مريض للطوارئ عدت عمره يمكن 60 او بهالحدود جاينا كان فيفر وصار يومين تقريبا او ثلاث ايام فيفر وياها سيجر يعني فيفر وياها سيجر تقريبا شنو عندك غير سي ان اس انفكشن يعني فيو بوسيبيليتيز صحيح فحصناها مننجيال ساينز اوكي ها طلعت عنده يعني نكست ستيفنس طلع عندك كارنك ساين بوزيتيف فاعتبرناها مننجايتس طبعا يعني سوينا له احنا استشاره للنيورو بس النيورو طبعا دائما هم يشيلون ايدهم يحبون ما يحبون المرضى ما يدخلون ياهم مرضى ودائما يذبوا علينا على الباطنيه فاوكي دخلنا المفروض يدخل من النيورو دخلنا اوكي هذا هو يعني انا تريتمنت وصار زين يعني فالقصد انه احنا اللي لفت انتباهنا اكثر شيء هي السيجر كانت والمننجيال ساينز بس الهدك لا هو يجون هدك ممكن هايبرتنشن ممكن واحد ما نايم زين بالليل ممكن مماكل ستريس عنده ستريس قوي ساعد هدك فوتو سنسيتيفيتي يعني صحيح هي بس يعني مو كلش نعتمد عليها لان الناس هواي مرات يخربطون يعني يقول لك هو يضوج من الضوء او يضوج من الصوت بس مو كلش نعتمد عليها هاي الفقره نعم دكتور بعد ما اكلكم غير سؤال يعني دكتور بس سؤال سريع يعني السربرال ابسس اللي سوت فوكال ساين ايش قد نسبته يعني عاليه قليله لا قليله بس بالبكتيريا طبعا بكتيريا لا او تي دي ممكن يصير بس يا خمام فايروس ما يسوي لا انا اسوي بعد دكتور بين الزحمه الاتش انفلونزا ممكن يسوي مننجايتس بالاطفال اكثر شيء نعم دكتور صوت قطع الصوت قطع دكتور بالبيدياتريكس بيدياتريكس اي جي جروب تمام شكرا دكتور بعد اي سؤال اي مداخله دكتور ليش بالفايرال انفكشن راح يكون جلوكوز نورمال بالسينس لان الفيروس ما يستهدف الجلوكوز مو مثل البكتيريا تمام بعد العفو دكتور بالانكريز بالانتراكرانيال بريشر كاتبين واحده من الساين انه كوشن ريفلكس دكتور شنو هاي كوشن ريفلكس يعني هو ترايد هو يصير هايبرتنشن براديكارديا وابنورمال ريسبيريشن او ايرجولار بريذنج ايرجولار ريسبيريشن دكتور هاي يعني نشوفه يعني بالكتات يعني بعدين بالبيشنتس غير ممكن نشوفوها اي طبعا دكتور كلش واضح يكون الابنورمال ريسبيريشن بنشوف واي ابنورمال ريسبيريشن احيانا يبين هذا مال الانكريز انتراكرانيال بريشر طبعا. زين دكتور ده مثلا هو اصلا عنده هايبرتنشن زين اي طبعا اي طبعا يعني مثلا بس ما راح يصير يعني ما لبنان هايبرتنشن يصعد 200 اكثر من 200 زين دكتور بعد دكتور الكيرنينج ساين بغض النظر مال السيفيريتي اقدر اشوفها لو يعني الا في السيفيريتي محدده لا ما لها علاقه بس قلت لك هي مو سنسيتيف كلش ترى الكيرنينج ساين صح انا جماعه النيورو عندنا كل شيء يقدسوها بس يعني مو سنسيتيف ترى يعني وايد اكو مرضى ما تجي عندهم كيرنينج ساين بس ما لها علاقه بالسيفيريتي لا ممكن تصير طبعا تمام دكتور بعد ماكو اي سؤال او مداخله او اي شيء اذا ننهي PBL مالنا اليوم ان شاء الله نلتقيكم الاسبوع القادم مو انتم طبعا غيركم يعني غير مجموعه يلا يعني شكرا ومع السلامه دكتور بس نعم قبل لا تروح ذكر شغل طبعا
طبعا دكتور المعدات الباطنية بس مو تصير مثل الكالسيا داور شنو وين؟ يعني ليس الميد دكتور الميد مات الميديسين شبيه؟ يعني خلي يكون أسئلة شوية أسهل دكتور من الكالسيا داور الكالسيا داور كل كانت أسئلة صعبة بالميد وبالفاينل والله يا أخي هذا الحكي مو يمي آني أنا ترى هذا البي بي ال بحد ذاته كان المفروض ما يصير علي كان المفروض كله هو المفروض على دكتور نزار يعني هو ولا بس حاليا بس البي بي ال يمي والباقي كله يم دكتور نزار هو بالحقيقة ما صار كله لأن هي توزعت يعني صار البي بي ال يمي وصار النظر يم دكتور نزار اللي هو اللي تحكي عليه أنت على الميد والفاينل والكلينيكال يعني الكلينيكال مشترك آني ودكتور أوس يمكن هيك راح نتشارك بس هاي ما يخص اسئله الميد والفاينل هذا صار يم دكتور نزار بس ولي حبها ما نعرف وراح يصير حضور دواء الكتروني يعني اذا كان الكتروني يعني اتصور راح نكون الاسئله بها نوع من الصعوبه مثل الكورس يعني جزء اسهل من الكورس الاول ما صار مثل الكورس الاول بس يعني بها نوع من الصعوبه اذا حضور لا اسئله احتياجيه يعني شنو الغرض من هاي الاسئله اللي جبناها بالميد وبالفاينل انتم ما في هلا عملتوا تذكرون هي الفقره شنو الوزارة قالت لنا إنه امتحان إلكتروني يعامل على إنه open book فأنت من عندك open book يعني الكتاب مفتوح يمك ما أقدر أجيب لك أسئلة بسيطة مال تعداد بس مثلاً بس فقر which of the following is not an organism causing meningitis ما أقدر أجيب لك أي شيء سؤال هذا هي سؤال ممكن أجيبه بال open book بس 30 كيس دكتور يعني حتى لو open book لو أسطر حاسبات يمي open book هم ما لحق عليه هي هاي الفكرة انه انت حتى لا تباوع بالكتاب مالتك انت تعتمد على معلوماتك هي هاي الفكرة انه حتى لا تضيع وقتك تدور بالحاسبات والباد والموبايل هي هاي الفكرة من انه ليش جبناها كيسات هي هاي ترى الفقر يعني ممكن يصير نص بنص يعني انا متمن ما يخالف يعني جزء نقللها اي طبعا يعني باعتبار الدرجات مشان كلش سيئة بالكورس الاول فاي يعني شوية نقلل الليفل نسويها مثلا اي شيء ممكن بس مو هاي اسئله اللي بس نولج نسميها نولج بيست كويستشنز يعني شو نولج بيست كويستشنز انت عندك بس معلومه ودت تدرجي نسالك عليها وقف شيء اسمه ابلكيشن اوف نولج كويستشنز يعني سؤال يصير اندايركت اكو بيفه شيء يعني اندايركت كويستشن وقف شيء اسمه بروبلم سولفنج البروبلم سولفنج شنو معناها معناها انه نعطيك بروبلم ولازم تحلها اي طبعا يعني الميديكيشن ما اشتغل وشان ابدله وكذا مثلا اي اقول لك اعطيك كيس يجي اقول لك جاك هيك مريض وهيك مريض وهيك مريض وهيك سوينا له وهيك صار هسه ايش راح نسوي له يعني اعطيك مشكله اريدك تحلها هذا بروبلم سولفنج كويستشن اكو ابلكيشن اوف نوليدج يعني انا المعلومه هي مو موجوده عندك دايركتلي يعني مثلا ايش اقول لك ابلكيشن اوف نوليدج اقول لك مثلا انه اجاك عندك انت تعرف انه المريض اللي elderly هو يعني هو تعرف يعني elderly يصير بيه ممكن شنو يصير بيه ممكن امفيس يعني listeria monocytogenes بس انا ما راح اسالك هيجي راح اقول لك which of the following antibiotics should be added to patient after 50 years of age فصار application of knowledge يعني انت عندك knowledge انه تعرف انه اكو listeria فلازم تعرف انه يشتغل عليها الامفيسيلين فصار بس مجرد application واما اسهل انواع الاسئله هي مجرد knowledge based knowledge recall نسميها هاي يعني هي مثلا اقول لك شنو which of the following is not a cause of neck stiffness واقول لك سب اركنويد ومنينجايتس ما شنو هاي واقول لك مثلا وياها دياريا يعني مجرد هذا knowledge based question فشي بسيط كلش فذني ما اقدر اجيب لكم اياه عندني بالopen book exam ما ممكن ولا يصير الامتحان كله invalid بدي دكتور على كل هي يعني على الرغم من كل هذا الداقولة هي أولا وأخيرا هي المسألة ما راح تكون يمي هي يم دكتور نزار إذا هو واحدة شال الامتحان على عاتقه فهو معروف عن دكتور نزار يجيب الأسئلة كلش سهلة ويطلع تسعينات ومئات أما إذا كان لا يعني هو يعني خلى المسألة يعني يم الأساتذة يعني الأساتذة هم اللي ينطوا أسئلة وهم اللي يعني هو بس مجرد يجمع ويسوي تنظيم بذاك الوقت ما أقدر أوعدك إنه راح تكون كلها ما يكون قسم من عدها problem solving لا إشكال في ذلك إذا نص بنص يكون عادلين بالموضوع قد تكون إيه يعني قد يكون هيك الموضوع بس يعني ما متأكد لأنه تعرف هو إحنا المسؤول هو عن صف الثالث بشكل عام هو دكتور حيدر عبد الحميد بس أنت كتقسيم للشغل
أنا شلت الكورس الأول دكتور نزار الكورس الثاني، يعني هم العام هو هذا تقسيم الشغل بس كإشراف عام هو دكتور حيدر هو المفروض، يعني أنت كل شيء شنت أسويكم إياه يعني أنا مو مني يعني كله بعلم رئاسة القسم كله بتوجيه دكتور حيدر أكيد مية يعني يقول لي أي يعني بس يعني تفاصيل الدقيقة كانت يمي أي صحيح بس لا يعني يعني التوجيهات القوية لا مو يعني وبنية ترى ماكو حد عندكم رسب بالمدرسين مو صحيح أي الحمد لله مو بالفاينال وبالعمل هم تلاحقناها المد العملي هو شو تلاحقتوا بالعملي والعملي سويته بيتوا غير أن ساعدتكم بالفاينال 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 تختار فيه مرة صار له 3 أيام لا عنده دياريا لا عنده كل شيء عشان زينه هو كل شيء اي اساله يا اخي اساله انا قاعد اعلمكم على الهيستوري مالت الفيفر شلون تاخذوه هيستوري اوف فيفر من يجيك مريض مسخن شو تسوي لازم تدور على الانفكشن مالته وين اساله يا اخي انا اقول لك ما عنده تشيست ولا عنده جي اي تي يعني شلون تساله اسالوه يعني ديسيوريا اسالوه عدد ديسيوريا لو لا دوروا يو تي اي يعني ما ممكن يو تي اي يسوي فيفر يعني شو المشكله وانا حتى اتذكر يعني اتذكر مسطرات كل شيء معي لا ما قلت لكم معي ما قلت لكم عدد ديسيوريا يعني اسالوها على اسالوها على هيديك مثلا دوروا عندها مننجايتس لو لا اسالوها على جوينت سوالينج يجوز عندها سبتيك ارثرايتس اسالوها على فاجينال ديسشارج يجوز عندها فتشي يعني بالجينيتال انتراكت انفكشن اسالوها مثلا على chest pain يجوز يطلع عندها مثلا infective endocarditis يعني هو هاني هاي هي هاي الفكره يعني انت مش اصلا يعني دكتور بس زحمه هو الوقت احنا كانت اسئله كلش هو يعني حد انا اتذكرك واسئله خلت بيها بس نقطه يعني ما لحقت هي هاي هنا المشكله هو بدنا نعطيكم وقت راح يصير راح يصير نقل وبالنهاية الامتحان يكون ما له داعي انا جاي الامتحان قام على داعي هو كل واحد هذا نطيني دكتور صحيح بس دكتور هي هاي الامتحانات العملي مال هيستر والاكزامينيشن دكتور ما اعتقد انه هي افكتيف الكترونيا يعني لازم حضور ايش مش اسوي يا اخي هذا اللي موجود ايش اسوي عاجبني اني ما طبعا ما مقتنع علي بهالطريقه دكتور يعني حتى احنا ما نتعلم صراحه يعني احنا هسه عندنا افكتيف قويه بالهيستر والاكزامينيشن كطلاب مرحلتات هو انتوا هسه اذا تريدون احكي لكم الصدق يعني تريدون احكي لكم الصدق انا لو كانت المساله يمي او هاي ظروفكم الحاليه انتوا هالسنه كان المفروض كلها نقضيها هيستوري ولو نلحق لو ما نلحق يعني ما كان اكو داعي نعطيكم اكزامينيشن اصلا بالكورس الاول او الثاني حتى الثاني نعطيكم اياه وبعدين صف الرابع يعني هو سنه ايش بنسويكم بالاكزامينيشن ايش بنسوي حاليا بنعطيكم سيشنات الكترونيه يعني مو فد شغل كلش قوي ترى كان ممكن نقضي السنه كلها هيستوري ونحاول نلقي فتح حلول اكثر نخليكم تكونون انفولفد اكثر بالهيستوري تيكينج اخليكم تاخذون كيسات حتى لو كيسات تخيليه انا اسوي لكم اياها حتى لو الكترونيا على الاقل بهالطريقه اللي عاجبه يتعلم راح يتعلم اللي ما عاجبه ما راح يتعلم هذا هيك احنا عايفيه بس وانا اصلا حتى الوقت مضايقنا وهم هي الكترونيه وهم عددكم هوايه وهم احنا عددنا قليل اي والله دكتور يعني الامانه احنا ياخذنا دكتور علي اي دكتور يعني الكورس الاول اصلا الاكزامينيشن ما اخذنا اي يا اخي يعني هو اي والله يعني دخلنا هيك تطوعيا دكتور وياك يعني المفروض غير دكتورنا ياخذنا صح زين سنتوا وين حاليا ريسبيراتوري مو هسه حاليا تاخذون ريسبيراتوري اي بدي دكتور او اشرح كملتوا سيشن واحد او اثنين واحد بس واحد اي يعني هو شوف هسه هذا ريسبيراتوري يعني انتوا هذا ستاخذ بس اول سيشن هيك شيء هسه راح توصلون يمكن السيشن الثاني لو الثالث راح يعطيكم التشست اكسبانشن راح يعطيكم البركشن يعني هذا الكترونيا يعني لا يمكن ان تتعلموا الكترونيا اذا ما تسوون انتوا يعني براكتس بيدكم وعلى مريض اللي مو على مريض على اي على انسان حتى لو على انسان المهم واحد لازم يشوفكم ايش تسوون ويشوف الاخطاء اللي تسووها شنو حتى يصحح لكم اياها لا الالكترونيين ما راح ترهم ما ترهم يعني ما ترهم سوى هالظرف شو تسوي يعني هذا هو يلا ان شاء الله يصير خير فقلت لك يعني الاسئله مو يمي هي هذا يمي دكتور نزار هذا عايشتك وسولفنا بعد معاك سوى هاي السنه مزعجه والدوله ما قدرت ما كلش ما سوت ايش تقدر تسوي حتى الدوله ايش تقدر تسوي لك
دكتور ابسط شيء تسوي لقاح اجباري للطلاب وكنا نداوم ناخذ حضور. لا مستر اجباري الدستور يعني هذا طبيا حتى مو من ضمن الاخلاق الطبيه ان نسوي لك لقاح اجباري ما نقدر. بس يكون نسوي حملات توعيه اقوى بعد من هيك يعني اللقاح احنا مثلا على ذكرت التفايزر هم يردون فايزر مثلا الحكومه تورد فايزر 1.5 مليون جرعه يعني الى قبل تقريبا كم اسبوع جل اللي اخذوا لقاح ما يتجاوزون 600,000 من فايزر سينافورم استرازينيكا هذول ترى ماخذين سنجل دوز هذول 600,000 يعني لا اكو بيهم دبل دوز انسان ماخذ دبل دوز صاحب ياخذ استرازينيكا دبل دوز باي اخذوا انا احنا ايه انا ماخذ استرازينيكا 2 دوزز بس يعني الاغلبيه ترى ماخذين سنجل دوز هم حاليا اي صحيح يلا ايش نسوي الله يسهل بلكي على السنه الجايه تصلح الامور ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خير يلا يعني منو دكتور مع السلامه